لم يعد للغزاويين مستقر في الأرض وما من خيار آخر أمامهم للاحتماء من الحقد الإسرائيلي الذي يصب على رؤوس أطفالهم سوى بالنزوح جنوبا باتجاه رفح على الحدود مع مصر. ولكن على ما يبدو فإن الضحية تلوذ بجلادها، فالمعبر مغلق بوجه الجميع أفرادا وشاحنات مساعدات، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي عكس ذلك. بقول تاني، معبر رفح لم يغلق أبدا. أنا دي بقالنا 5 أيام واقفين، ما قدش ربنا، عايزين ترجعونا للمرة الثانية. لا يا عم، مش قادرين عليهم، لا نقدر على مليون زيهم. معبر رفح أصبح أشبه بقناة سويس مصغرة، ولكن عوضا عن البضائع يتاجر مسؤولو المعبر بدماء الفلسطينيين، تجارة يتهم النظام المصري بالضلوع فيها وتغطيتها. صحيفة ذا جارديان البريطانية أثارت موجة غضب عارمة في الأوساط المصرية والفلسطينية بعدما نشرت تحقيقا عن معبر رفح، مؤكدة على لسان ضحايا وشهود عيان حجم تجارة الموت المصرية وضلوع ضباط في جهاز المخابرات فيها. تعرفوا أنه التنسيق كان 100، وصل لـ1000، وصل لـ2000، لـ3000، وصل لـ8000 وـ9000، وكل يوم عم بيزيد. الخروج من قطاع غزة يخضع للشروط التالية: أن يكون المغادر حاملاً لجنسية أجنبية، أو يكون من العاملين في إحدى المؤسسات الدولية، أو أن يدرج اسمه في لوائح الجرحى والمرضى الذين يغادرون القطاع لتلقي العلاج. لكن هناك طريقة أخرى للخروج تسمى التنسيق، بكلام آخر رشوة المسؤولين عن القوائم التي تتضمن أسماء المسموح لهم بالعبور. دفع آلاف الدولارات حقيقة مقابل كل شخص يريد المغادرة من قطاع غزة. لا يزال الآلية بشكلها العام هي آلية ثابتة، يتم دفع هذا المال إلى مواطن فلسطيني داخل قطاع غزة يقول أنه يمتلك يعني العلاقات اللازمة لتسهيل مغادرة هذا الشخص وعائلته. فضيحة التنسيق دفعت بالسلطات المصرية إلى نفي الأمر بشكل قاطع على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان. في كل منافذ العالم البرية والبحرية والجوية هناك دائما بعض يعني ضعاف النفوس، تختلف فرض هنا وفرض هناك، ولكن أن يكون هذا الأمر من جانب السلطات المصرية ومصر الظاهرة هذا أمر ننفيه نفيا تاما وقاطعا. أي شقيق فلسطيني يتعرض لأي ابتزاز أو محاولة من هذا النوع أن يبلغ الجهات الأمنية المصرية الموجودة على الجانب المصري من جانب رفح، وستقوم بواجبها على الفور. التنسيق لا يقتصر على الفلسطينيين، بل يطال أيضا المصريين الهاربين من القطاع. قال لي حاول تنسق معهم بالمصاري عشان تخرج، يعني ده كان كلامه. قلت له ازاي يعني ده، يعني أنا يعني واحد عايز اروح بلدي أدفع فلوس؟ يعتبر النظام المصري شريكا مباشرا في العدوان على غزة منذ أكثر من 100 يوم، لم تستدع القاهرة خلالها سفير دولة الاحتلال ولو للإدانة أمام عدسات الكاميرا، ولم تهدد حتى بتجميد العمل باتفاقية السلام أو بالاتفاقيات التجارية مع العدو. حافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى عال من التنسيق مع كيان الاحتلال. أكثر من ذلك، تنطح الجيش المصري للدفاع عن إسرائيل في مواجهة المسيرات اليمنية المتجهة إلى قواعد قوات الاحتلال في جنوب فلسطين. وإذا كان أضعف الإيمان فتح معبر رفح أمام المساعدات أو الهاربين من الموت، يبدو أن الموت أهون على السيسي. فالمعبر المغلق منذ تسلم حماس للسلطة في غزة في العام 2020 يعتبر وسيلة ضغط مهمة لمصر على الحركة. اليوم تضغط إسرائيل للاتفاق مع مصر لإغلاق آخر شرايين غزة. محور فيلادلفيا الذي يريد العدو إغلاقه بشكل كامل والسيطرة عليه. يجب إغلاق فتحة محور فيلادلفيا. ورغم رفض مصر لذلك حتى اللحظة، إلا أن تل أبيب تدرك جيدا إلى أي درجة يحتاج السيسي إليها وإلى واشنطن ليفوز ديمقراطيا في كافة الدورات الانتخابية المقبلة.